مع عم عبدو سارة تحلو وتنعنع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناة عبدو عبدالله في كل مكان. تحياتي لحضراتكم. بداية قبل ما ابدأ الفيديو يا جماعة، بحب ارحب باخويا وحبيبي الاستاذ احمد ناجي وابنه طبعا الصياد المنتظر الاستاذ يحيى احمد ناجي. منور يا عم احمد. الله يخليك. كل سنة وانت طيب يا عم احمد. ازيك يا يحيى؟ كل سنة وانت طيب يا حبيبي. تتفرج على القناة؟ ماشي يا يحيى. احنا يا جماعة النهاردة هنصطاد بجوف. كان قاعد جنب مني من شوية يا جماعة بيصطادوا بجوافة، كل ما يجي يرمي يروح التطعيمة نطة منه. علما بان انا برمي بتطعيمة الجوافة والم بيها ثلاث مرات وبيبقى فيها عفش وبلاقيها، لدرجة ان احنا ممكن في ايام كنا بناخده سمك وكانت الجوافية بتلاقيها في السف الشعر. فتطعيمة الجوافة لحضرتك عملتها صح، تأكد 100% ان انت حتى لو رميتها ووعرت ممكن تسلكها تحت كده، تشد تسلكها وتفضل الجوافية فيها. النهاردة مقدمة الفيديو هعملها كلها على كيفية التطعيم، بس احنا هنركز جامد في موضوع التطعيم ده علشان خاطر ناس كتير في الكومنتات كلمونا على الـ على على ازاي التطعيم السليم. حضرتك نازل على جوافة على سمكة، عارف ان اللي بيقع مع حضرتك سمك كبير طبعا بتبقى قادرة انت حضرتك من ايه، من الصيد ومن المية اللي حضرتك نازل عليها، اديلها النص ده زي ما هو. طيب انت نازل عايز تجرب وما انتش عارف السمكة الكبيرة، هنا في سمكة كبيرة ولا صغيرة، يبقى نص يبقى ربع. طيب في ناس بتستعمل سكينة، انا ما بستعملش سكينه، انا طول عمري بستعمل الشعر كده. اختيار الجوافه الاول لازم نختار الجوافه المبوز دي، وما تكونش ناشفه يا جماعه، الجوافه الناشفه مش حلوه في التطعيم، لازم تبقى طريه. طيب طريه ازاي وهطعمها وارمي بيها حداف؟ اخترت انا الجوافه دي ام بوز، بقطعها نصين بالشعر. انا هعمل واحده جديده كده قدام حضرتك كده بالشعر، باجي في نص البوز بالظبط واروح شادد كده، اصبحت بقت نصين. تمام، انا عايز اخد من النص ده ربع بس، بروح جايب الشعر برضو كده واخد نص البوز برضو كده، ادي ربع. طيب انا عايز اطعم الربع ده بقى، بقلب الربع على ايديا كده، اصبح القشر فوق اهو يا جماعه، القشر بتاع الجوافه فوق كده، البوز اهو بروح معدي منه السنار كده. البوز ده بيبقى مكان جامد في الجوافه دي. التطعيمه اللي في ايديا برضو زي المره اللي فاتت ناشف، انا مش عايزها ناشف، انا هاخد الطريه دي هقطعها برضو اهو اهو، قلبتها عديت على مهلك خالص يا استاذ رضا اهو. لو الفيديو كله هيبقى على التطعيم مش هيزعلني كده، بروح معدي من الناس النار واروح لاففها كده شريتها من تحت اهي. تمام يا جماعه، تمام، شعر اهو وادي السنار في ايدي اهو، رحت جاي من هنا تاني ورحت معديها كده تمام، واروح شريتها من تحت، اصبح الساعه الشعر اهو والسنار اهو. طيب السناره بقى، حرفيه وضع السناره في الجوافايه هي اهم عنصر. بشوف ناس تروح عامله عليها خيه، وبشوف ناس تروح لفها كده ومعديها، لا انا عايز حضرتك تعمل اللي انا هعمله ده. السناره اهي، تروح جايب الكعب بتاع السناره، دقن بتاع السناره، وتروح رشقه هنا كده بميل للاعلى، يروح السن مع حضرتك عامل كده اهو. السن فين دلوقتي؟ اهو، زوم على مهلك يا استاذ رضا، السن اهو. طيب دلوقتي انا لو رميت على كده السناره هتسيب، لان في خلوص اهو، اهم شويه خلوص دول اهو، يبقى اروح ساند السنار بصباع كده اهو، واروح شادد واخد الخلوص ده كده، هحس بيها انا اهو. اصبح ان حمل السناره اللي هو ده هو اللي شايل الجوافيه كلها. طيب دي انا ممكن ارمي بيها ثلاث مرات والمها، وراهن على كده، ودول عشان مش عايز اطول الفيديو على حضراتكم، ارمي بيها في ابعد مكان لغايه ما مرمي لو 50 متر والمها تاني الاقيها فيها، لان انا طعمتها صح. دي طريقه تطعيم الجوافه يا جماعه، علشان في كومنتات كتيره قوي يا ريت الجوافه بتنط اهو يا جماعه، نص جوافه ربع جوافه. طيب الرميه، ما تبقاش حضرتك الميه ماشيه كده، ولا حضرتك بترمي لي عكس اتجاه الميه، ما هي هتفضل تلف تلف لغايه ما تقابل وعر تحت تروح شبكه. الميه ماشيه كده، ارمي مع اتجاه الميه بزاويه 45، يقوم الحداف يلف لفه واحده ولا اتنين ويروح واقف، ما يبقاش عرضه للشبكه.
ادعوا لنا يا جماعه، واحنا هنرمي برضو قدام حضراتكم ونهاركم زي العسل. احنا نازلين نصطاد سمكه السيلفر بالجوافه. لمحت جوفاي. عشان تسكت لها من الدنيا ولع. جوفاي فين؟ جوفاي معاها. شو بقول لك لمحت الجوفاي؟ اه. اصل انا بنحط لها الجوفاي فين يا شيخ عبود؟ في السن من قدام. بنحط لها سن الجوفاي فين؟ بنحط لها اخر الاخر السناره فين؟ في اخر الجوفاي. شوف الطعمه. اظن ما حدش يتخيلها دي. جميل. الفرايه بس الفرايه صغيره. زي ما انت يا ابو مكه هنجيبها لك مكان ما انت عايز يا حبيبي. شربيه سريعه بنت الكلب، سريعه الحركه غير البنت. شوف يا مسهل وطي بتاع ابو ايه. وطيه وطيه في الميه يا حبيبي، وطيه. اهدى يا ابو ايه، اهدى، هنجيبها لك يا حبيبي ميت. اهدى الجوفيه معاه. ايه يلا يلا اطلع نهارك زي العسل. تحكم عينا ان شاء الله. والمصحف وش خير. والله العظيم وش خير. ماشي يا ابو هاي، ماشي عسلي. هتخرج ان شاء الله. دي كمان والله متوريها لهم اللي انت يا شيخ عبود. والله متوريها لهم للمشاهدين اللي انت يا بركه يا وش الخير. والله العظيم قاعد بقالي ساعتين. اول ما جيها ضربتي. بتصور كده؟ ايوه طلع مع ابوه. بس النضاره؟ لا ما كانش لسه. عمكم عبود ده يا جماعه اللي اصطاد فار، فاكرينه؟ تعال هنا بره. طيب انا عايز بس نوري للمشاهدين حاجه. اصل في واحد بعت كومنت امبارح بيقول لي كل ما نرمي الجوافه تقع، كل ما نرمي الجوافه تقع. تعال عليها صوت معاك يا بابا. بص يا استاذ المشاهد المحترم اللي قال انا كل ما نرمي الجوافه تقع، في جوافات اخدها وتتعامل مع سمك وهي لسه في السنار كده كده زي ما حضرتك شايف اهي، اكبر دليل. والسنار اهو اهو سنار الغله يا جماعه، الواحد او الزيرو واحد اهي، والجوافه فيها يا جماعه الشعره. يلا نهاركم زي العسل، ربنا يصلح الحال يا رب ويرزق الجميع ويرزق كل متسبب يا رب. بس 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 والله لو هتحطني ورا مني حرام عليك. تعالى ده انت اللي هتصور بيها. انت غلطان عليا ليه؟ لما والله انت طالع في الصوره ده انت وش الخير يا مولانا. والله العظيم قاعد بقالي ساعتين اول ما جه ضربتي حبيبي يا عم ابو. ربنا هيكرمك. العياشه في الشنطه حضراتكم. الوزن ده، الوزن ده لو اصغر من كده شويه انا مش واخده، لان اصغر من كده يا جماعه هيبقى فيه سفه. فالوزن ده يا جماعه بسم الله ما شاء الله وزن ال 5 كيلو ولا 4 كيلو ده يتاكل. اقل من كده يا جماعه ما يتاخدش، لان السمكه بتكبر. يعني لو خدت حاجه اقل من دي هنرميها. نزل منها دم مع عمار. انا عشان انا عورتها وانا بنشيلها. بارك الله فيما رزق. الفيديو ده يا جماعه فيه سمكه صغيره، ومن المفروض ان انا ما انزلش الفيديو، ولكن كم الكومنتات اللي جالي امبارح على ان التطعيم انا برميها بتقع مني خلاني بجد. انا اول ما اتعلمت الصيد بالجوافه كانت بتقع مني برضه، ولكن انا النهارده لو حضراتكم شفتوا انا ركزت جامد جدا 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 في طريقه التطعيم علشان حضرتك ترميها. وشفت حضرتك السمكه طالعه طالعه والتطعيمه لسه في الشعر، معلقه في الشعر. لو حضرتك طعمتها بالطريقه ديت واخترت الجوافه اللي ما بين البنين لا هي ناشفه ولا طريه، بس ما تبقاش ناشفه يعني تبقى بين البنين، وطعمتها بالطريقه اللي حضرتك شفتها ديت والخيط يكون 40 او 45 بالكتير، ان شاء الله التطعيمه مش هتضيع من حضرتك. الخيط البريد يا جماعه بيشرم الجوافه، الخيط البريد بيشرم الجوافه، يستحسن الخيط البلاستيك. احنا النهارده اتكلمنا على طريقه التطعيم، واتكلمنا على عده المستخدمه الفيديو اللي فات. عود الحداف طبعا كل الناس عارفه انه من 3 متر 60 فيما فوق حسب ما حضرتك ترتاح. الشعر مش اقل من 40. الرصاصه حسب حتف الميه. السناره المستخدمه يا جماعه السناره الواحد او الزيرو واحد للجوافه.
احنا هننزل الفيديو ده بالسمكه دي يا جماعه، معلش استحملونا علشان خاطر الناس اللي سالت على طريقه التطعيم والجوافه. وفي اخر الفيديو يا جماعه يا ريت تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتشتركوا معانا في القناه الناس اللي ما اشتركتش في القناه. في اخر الفيديو يا جماعه بشكر حضراتكم على المتابعه، وبشكر الناس الجميله اللي كانت معانا النهارده، عم احمد ناجي وابنه العسوله الاستاذ يحيى، واشوفكم الفيديو الجاي ومع الف مليون سلامه. السلام عليكم، مع السلامه.